النخلة في الأحساء عروسة، وفي هذه الفترة عينا يعني يتم تشذيب النخلة، ويعني تراها جميلة، لا يقبل الفلاح هنا إلا أن تكون نظيفة، يعني مقصوصة السعد، مبطوطة الكرب، منظفة الفقر وما إلى ذلك. فتشوفها جميلة جدا، أنيقة، تزرع على مسافات معينة حسب نوعية النخيل. طبعا من الخصائص الجميلة في ثمرة النخيل أنها تؤكل منذ تكوينها، من لحظة أن تتكون، من لحظة الطلع أصلا، يعني يسمى الهراء تؤكل أيضا إذا كانت قبل أن يعني تنضج نهائيا من أجل تحولها إلى ثمر، ثم تتكور ما يسمى الحبنبوك وأيضا يؤكل، ثم يتكون الخلال وأيضا يؤكل، ثم تتكون البسرة وهو التلوين مع التلوين، ثم الرطب، ثم التمر. في كل المراحل ممكن يؤكل، لكن أيضا هناك أنواع من النخيل، من المنتجات النخيل تؤكل رطب مثل القر والمجناز، وهناك يعتنون في أن أنواع أخرى تؤكل تمور مثل الخلاص والرزيز وما إلى ذلك، نتيجة لاختلاف الذوق.